طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي، أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم على الدرس الثالث في الوحدة الأولى اللي هو التركيب الذري للمادة. تعالوا نبدأ كده. احنا اتكلمنا زمان وقلنا إن المادة دي بتتكون من جزيئات صغيرة أو من أجزاء صغيرة اسمها جزيئات، والجزيئات دي كانت بتتكون من أجزاء أصغر منها سميناها ذرات. معايا؟ يبقى المادة بتتكون من جزيئات والجزيئات بتتكون من إيه؟ من ذرات. تمام. طيب النهاردة هنتكلم على العناصر. طبعا العناصر كتير في حياتنا واحنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان احنا عندنا 118 عنصر. مش معقولة ان انا هتكلم على كل عنصر وهقول اسمه، يعني هتكلم على الكالسيوم، هتكلم على المغنيسيوم، هتكلم، لا انا ممكن اقول رمز صغير بدل ما اقعد اقول الاسم كله كل مرة وهقعد اعمله وادخله في معادلات كيميائية، لا احنا هنتكلم على رمز بس. طيب العلماء استخدموا الرموز ليه بدل العناصر؟ قلنا لتسهيل دراسة العناصر. يبقى لما يجي هنا سؤال يقول لنا علي اللي اتفق العلماء عن استخدام او على استخدام الرموز الكيميائية للتعبير عن العناصر، نقول له ليه؟ لسهولة التعامل معها. خلاص يا سنة أولى؟ تمام؟ طيب المفروض ان احنا عندنا العناصر اللي هي قدامنا زي ما انتوا شايفين كده، دي كل العناصر اللي احنا هندرسها السنة دي. المطلوب من سيادتك انت وهو ان انت تحفظ العناصر دي، لازم نحفظ العناصر بالرموز بتاعتها. خلاص؟ يعني مثلا لما نقول عنصر الليثيوم، بدل ما اقول كلمه ليثيوم كل الكلمه دي، لا انا هقول ال اي. مجرد ان انا قلت ال اي انت عرفت ان انا بتكلم عن الليثيوم. البوتاسيوم بنرمز له بالرمز كي، الصوديوم ان اي، المغنيسيوم ام جي. خلاص؟ الالومنيوم اي ال، زد ان يعني الخرسين، الاف اي يعني الحديد، البي بي يعني الرصاص، سي يو يعني النحاس، اتش جي الزئبق، الاي جي الفضه، الذهب اي يو. عنصر الهيدروجين ده واحنا درسناه في سنه 6 اللي هو رمزه اتش، كذلك الاكسجين رمزه او، النيتروجين ان، الفلور اف، كلور سي ال، البروم بي ار، اليود اي، الهيليوم اتش اي، الارجون اي ار، الكبريت اس، الفسفور بي، الكربون سي، السيليكون اس اي. المفروض ان احنا هنحفظ اسماء العناصر العنصر بالرمز بتاعه. خلاص؟ طيب انا علشان اسهل على نفسي طريقه الحفظ اعمل ايه؟ اقسمهم، وليكن مثلا كل يوم نحفظ خمس عناصر، يبقى كل يوم نحفظ خمس عناصر بالرمز بتاعه تثبت في دماغنا. بس المفروض ان انت عندك اخر السنه في الامتحان بتاعك عندك سؤال لازم تعرف فيه الرمز بتاع العنصر ده. خلاص؟ يبقى لازم ان شاء الله ان احنا نحفظ علشان ناسس نفسنا في الكيمياء كويس، لازم نحفظ اسماء العناصر دي بالرموز بتاعتها. خلاص؟ طيب ازاي اصلا العناصر دي كتبنا لها رموز؟ يعني ايه الطريقه اللي احنا خليناها نكتب بها الرموز دي؟ اول حاجه بنقول الرمز الموضح بيمثل الذره المفرده للعنصر. يعني اي رمز انا هتكلم عليه وليكن مثلا البوتاسيوم كي، ده اسم عنصر، ده ذره عنصر واحد بس. طيب لو العنصر ده بيتكون هاخد منه اول حرف من العنصر، ولازم اول حرف ده لازم اكتبه كابيتال، يعني ما ينفعش يكتب سمول، لا لازم يكتب كابيتال. خلاص؟ يبقى رمز العنصر بيتكون من حرف، الحرف الاول بتاعه بيتكون من ايه؟ من حرف كابيتال. خلاص؟ طب لو انا عندي مثلا عنصرين بيبداوا بحرف واحد، وليكن مثلا الحديد بادئ بالاف والفلور بادئ بالاف برضو. خلاص؟ طب انا هعمل ايه؟ هميزهم عن بعض ازاي؟ ممكن اخد الحرف الثاني من الكلمه. خلاص؟ ممكن اخد الحرف الثاني من الكلمه، يبقى الفلور خلاص هو اف، يبقى الحديد اف اي، يبقى انا عرفت او ميزت ما بين العنصرين وبعض. خلاص؟ نفس الكلام بالظبط زي ما احنا شايفين قدامنا كده اللي هو الكالسيوم والكربون، اخدنا الكربون سي تمام والكالسيوم سي اي. يبقى انا عشان اميز الكلمه او العنصرين عن بعض اخدت الحرف الثاني، والحرف الثاني ده هيتكتب سمول عادي. خلاص؟ طيب دي امثله بقى للعناصر اللي احنا ممكن نتكلم عنها. بس خد بالك العنصر اسمه اللي احنا بنستخدمه او الرمز بتاعه دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اسمه اللاتيني مش الانجليزي. خلاص؟ يعني الرموز اللي احنا كتبناها للعناصر دي كانت الرموز بتاعتها اللاتينيه مش اسمها الانجليزي. خلاص؟ نتكلم بقى بعد كده على المهم، بعد خلاص ما احنا اتاكدنا كويس جدا ان احنا حفظنا العناصر بالرموز بتاعتها. لازم يا سنه اولى لازم تتحفظ العناصر بالرموز بتاعتها، وبركز تاني. طيب هنتكلم على تركيب الذره بقى. هي الذره بتتكون من ايه؟ الذره دي بتتكون من حاجه اسمها النواه. ايه هي النواه دي؟
عشان نعرف في الاول الذره، بقول ان الذره طبعا احنا اتكلمنا على الماده وقلنا بتتكون من جزيئات وجزيئات بتتكون من ذرات. الذره هي اصغر وحده بنائيه للماده يمكن ان تشترك في التفاعلات الكيميائيه. الذره هي ايه؟ اصغر وحده بنائيه للماده يمكن ان تشترك في التفاعلات الكيميائيه. الذره بتتكون من حاجتين يا سنه اولى، بتتكون من النواه وبتتكون من الالكترونات. النواه والالكترونات، تتركب الذره من نقط ونقط، نواه والكترونات. طيب النواه دي عباره عن ايه؟ النواه هي عباره عن مركز الذره. مثلها في دماغك كده اكنها بالظبط عامله زي المجموعه الشمسيه. المجموعه الشمسيه بتتكون من النواه اللي هي في النص اللي هي الشمس اللي بيدور حوالين منها الكواكب. نفس الكلام بالظبط او نفس الشكل في الذره، الذره بتتكون من المركز اللي في النص اللي هو النواه بيدور حوالين منها الالكترونات، وهتكلم عنهم لسه بالتفصيل. خلينا نتكلم على النواه. بقول ان النواه دي بتوجد في مركز الذره وبتتركز بها كتله الذره. بتتركز بها ايه؟ كتله الذره. شحنتها دايما بتكون موجبه. طب ليه موجبه؟ هقوله لان هي بتحتوي على نوعين من الجسيمات. خد بالك معايا كده سنه اولى، النواه موجبه الشحنه. ليه؟ لان هي فيها حاجتين. الحاجه الاولى جسيمات بتكون موجبه الشحنه، بسميها بروتونات. اسمها ايه؟ بروتونات. ودي بتكون شحنات موجبه او جسيمات موجبه الشحنه موجوده داخل النواه. يبقى النواه دي عامله زي دايره كده جواها جسيمين، نوعين من الجسيمات. اول نوع اللي هو جسيمات بقول عليها موجبه الشحنه، دي اللي اسمها بروتونات. طب النوع الثاني بقى اللي هي بقول عليها ايه؟ نيترونات. ودي بتكون متعادله الشحنه. يعني انا جوه النواه، النواه كده بتبقى عامله زي الدايره، جواها الشحنات اللي لونها اخضر دي اللي هي بروتونات موجبه، والتانيه البنك دي اللي هي بقول عليها نيترونات، ودي بتكون متعادله الشحنه. يبقى النواه فيها ايه؟ خد بالك كده معايا، في موجب وفي موجب وناقص، خلاص، او موجب وسالب. مين اللي اكتر؟ الموجب. يبقى هنا احنا قلنا ان النواه بتكون ايه؟ موجبه الشحنه. موجبه ايه؟ الشحنه. يبقى النواه هي عباره عن مركز الذره وبتتركز فيها كتله الذره، وبيوجد فيها حاجتين، جسيمات موجبه الشحنه اسمها بروتونات، وجسيمات متعادله الشحنه اسمها ايه؟ نيترونات. خلاص. طيب طبعا احنا قلنا علل ليه اتفق العلماء على استخدام الرموز للتعبير عن العناصر، قلنا لسهوله التعامل معها والتعبير عنها. طيب تعالوا معايا كده سنة أولى، أما يجي يقول لنا علل ليه كتلة الذرة بتتركز داخل النواة، هقول لأن كتلة الإلكترونات صغيرة جدا. احنا قلنا إن الإلكترونات دي عاملة زي الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس، خلاص، الإلكترونات دي برضو بتدور حوالين النواة، كتلتها صغيرة جدا. طب أنا لو جيت أقارن كتلة النواة بكتلة الإلكترونات اللي بتدور حولها، هلاقي إن كتلة النواة أكبر من كتلة الإلكترونات اللي بتدور حولها، خلاص. يبقى انا لما اقول لك دلوقتي علل ليه كتله الذره تتركز داخل النواه، اقول له لان كتله الالكترونات صغيره اذا ما قورنت بكتله البروتونات والنيترونات. فين البروتونات والنيترونات دول يا سنه اولى؟ داخل النواه. طب علل ليه شحنه النواه موجبه؟ هقول له لانها تحتوي على بروتونات موجبه ونيترونات متعادله، خلاص. طيب تعالوا نتكلم بعد كده على الالكترونات. الالكترونات دي زي ما قلت لك هي عباره عن جسيمات بتدور حول النواه، جسيمات صغيرة تدور حول النواة. بالضبط حطها في دماغك زي المجموعة الشمسية، الشمس هي الذرة، خلاص. طب والكواكب اللي بتدور حولها شكل الإلكترونات بالضبط. الإلكترونات هي جسيمات سالبة الشحنة، كتلتها ضئيلة جدا يمكن إهمالها، وتدور الإلكترونات حول النواة بسرعة فائقة، وتدور حوالين النواة بسرعة إيه؟ بسرعة فائقة، خلاص. طيب الإلكترونات دي بتدور إزاي؟ إحنا عارفين إن الكواكب بتدور حوالين الشمس طبعا في مدارات وهمية، في مدارات وهمية اللي هي بنقول عليها المدارات اللي حوالين مدارات المجموعة الشمسية. طبعا هي ما فيش حاجة اسمها زي خط كده هي ماشية عليه، لا، ده احنا علشان هي محافظة على التباعد اللي ما بين الكوكب، محافظة على التباعد اللي ما بينه وما بين الشمس عن طريق طبعا جاذبية الشمس للكوكب ده. نفس الكلام بالظبط، النواة ما بينها وما بين الالكترونات جاذبية بتبقى محافظة عليها. بس فيه هنا احنا بنقول ان فيه عندنا خطوط وهمية اسمها مستويات الطاقة. اسمها ايه؟ مستويات الطاقة. يبقى انا عندي الذرة بتتكون من ايه؟ الذرة بتتكون من نواة بيدور حول النواة الكترونات. الالكترونات دي محملة على ايه؟ على مستويات اسمها مستويات الطاقة. معايا سنة اولى؟ طيب يبقى تدور الالكترونات حول النواة في مدارات تسمى مستويات الطاقة. مستويات الطاقة
عدد الالكترونات السالبه المفروض دايما في الذره ان هي بتساوي عدد البروتونات الموجبه. يبقى عدد الالكترونات السالبه بتساوي ايه؟ عدد البروتونات الموجبه. هي عدد الالكترونات السالبه موجوده فين؟ خارج النواه. طب والبروتونات الموجبه موجوده فين؟ داخل النواه. بس المفروض ان في الذره المتعادله يبقى البروتونات الموجبه بتساوي الالكترونات السالبه. تمام. طيب اما يجي يقول لنا علل بقى، خد بالك احنا اتفقنا ان الالكترونات دي بتدور حوالين مين؟ النواه. علل: الالكترونات لا تسقط داخل النواه. ليه الالكترونات مش بتسقط داخل النواه؟ هقول له لان الالكترونات تدور حول النواه بسرعه فائقه، يعني مش بتقع جواها. ليه؟ لان هي بتدور حواليها بسرعه فائقه. تمام. التعليل الثاني برضو التعليل مهم جدا، لما يجي يقول لنا علل ليه الذره متعادله كهربيا في الحاله العاديه. ليه هي الذره دايما بتبقى متعادله كهربيا؟ خد بالك انا اتفقنا من شويه وقلنا ان النواه موجبه الشحنه والالكترونات اللي بتدور حولها بتبقى سالبه الشحنه، لذلك المفروض ان الالكترونات دي بنقول ان هي او الذره بتكون متعادله. ليه؟ اقول له لان البروتونات الموجبه يساوي عدد الالكترونات السالبه. يبقى التعليل ده مهم جدا يا سنه اولى. لما يقول لنا علل ليه الذره متعادله كهربيا في الحاله العاديه، هقول له لان عدد البروتونات الموجبه يساوي عدد الالكترونات ايه؟ السالبه. تمام. بصوا معايا كده يا سنه اولى، فيها عندنا لما نيجي نكتب العنصر، اتفقنا ان احنا مش هنكتب عنصر، هنكتب الرمز. الرمز ده بيبقى فوق منه رقم وتحت منه رقم. طب ايه الارقام دي؟ الارقام دي لما هنيجي نتكلم عليها بنسميها العدد الذري والعدد الكتلي. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ العدد الذري ده هو عبارة عن عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة. العدد الذري هو عبارة عن ايه؟ عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة، وده بيكتب اسفل رمز العنصر. بيكتب فين؟ اسفل رمز العنصر. عبارة عن ايه العدد الذري؟ عدد البروتونات الموجودة داخل نواة الذرة. يبقى العدد الذري هو ايه؟ ها، عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة. بيكتب فين يا سنة اولى؟ بيكتب اسفل يسار رمز العنصر. ده اسمه ايه؟ العدد الذري. التاني اللي هو بنقول عليه العدد الكتلي، وده طبعا بيكتب اعلى العنصر، بيكتب اعلى رمز العنصر. العدد الكتلي هو عبارة عن ايه؟ مجموع اعداد البروتونات والنيترونات داخل نواة الذرة. العدد الكتلي هو عبارة عن ايه؟ مجموع اعداد البروتونات والنيترونات داخل نواة الذرة. يعني هي كتلة الذرة بتتركز داخل النواة. العدد الكتلي اللي هو الكتلة بتاعت النواة اللي هي بنقول عليها ايه؟ فيها البروتونات والنيترونات، ودي بتكون داخل نواة الذرة. خلاص. يبقى انا عندي دلوقتي نوعين من الاعداد، العدد الذري والعدد الكتلي. العدد الذري بيكتب اسفل العنصر، والعدد الكتلي بيكتب اعلى العنصر. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه، والعدد الكتلي هو عدد البروتونات الموجبه والنيترونات المتعادله. خلاص. اللي هي موجوده فين؟ اللي موجوده داخل النواه. لو جينا مثلا نقول عندنا ذرة الأكسجين اللي هي عددها الذري المفروض 8 وعددها الكتلي المفروض 16. خلاص. ازاي هعبر عنها يا سنة اولى؟ هنعبر عنها برمز الاو. طبعا احنا قلنا ان الاو ده اللي هو مين؟ اللي هو الأكسجين. خلاص. طب كتبنا الرمز اللي هو الاو، وبعدين خد بالك التمانية اللي هي العدد الذري مكتوبة فين؟ ها، اسفل يسار رمز العنصر. خلاص. طب والعدد الكتلي موجودة فين؟ موجود فوق. موجود فين؟ يكتب اعلى رمز العنصر. يبقى انا عرفت ايه الفرق ما بين العدد الكتلي والعدد الذري اللي موجود على العنصر، وبنكتبه فين بالظبط. تمام. ماشي. ده معناه ايه يا سنه اولى؟ ان انا عندي النواه بتحتوي على 8 بروتونات موجبه. النواه بتحتوي على ايه؟ 8 بروتونات موجبه. مجموع اعداد هذه البروتونات واعداد النيترونات بداخلها 16. يبقى البروتونات والنيترونات كلهم على بعض كام؟ 16. البروتونات والنيترونات كلهم كام؟ 16. طب انا عرفت منين؟ هو قال لي دلوقتي ان العدد الذري بيساوي 8. العدد الذري بيساوي ايه؟ 8. طب والعدد الكتلي معناه ايه؟ معناه البروتونات زائد النيترونات. طب ما انا عارف ان العدد الذري بيساوي عدد البروتونات. طب انا عايز اجيب عدد النيترونات لوحدها، يبقى هقول العدد الكتلي ناقص العدد الذري. يبقى عدد النيترونات بيساوي ايه؟ العدد الكتلي ناقص العدد الذري. العدد الكتلي بكام؟ ب 16. 16 ناقص 8 اللي هو عدد البروتونات او العدد الذري بيطلع مين؟ بيطلع 8 اللي هو عدد النيترونات. معايا؟ تعالى نشوف الكلام ده تاني. بقول يمكن حساب عدد النيترونات من العلاقه اللي هي بتقول عدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. ال 16 اللي هي عدد مين؟ ال 16 اللي هي ايه؟ اللي هي العدد الكتلي ناقص ال 8 اللي هي عدد البروتونات.
خلاص يبقى 16 ناقص 8 يطلع لنا 8 اللي هما 8 نيترون نيترونات 8 نيترونات. خلاص طيب احنا قلنا ان في قد يتساوى عدد النيترونات مع عدد البروتونات داخل النواة وقد يزيد عنها وقد يؤثر في كتلة الذرة. اذا تغير عدد البروتونات بتتغير الشحنة الموجبة للذرة خلاص، وبيتغير طبعا عددها الكتلي وعددها الذري، لان البروتونات احنا زي ما احنا عرفناها قلنا ان البروتونات بتساوي العدد الذري او العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. خلاص كده يا سنة اولى. طب تمام، تعالوا بقى نشوف دوران الالكترونات حول النواة. عندي نشاط بيبين لي ان الالكترونات دي بتدور حوالين النواة. هو ضرب لنا مثال بالمروحة الكهربية وقال لنا دلوقتي لو احنا قعدنا نبص على المروحة الكهربية بتاعتنا وهي واقفة وهي ساكنة هنقدر نميز الأذرع بتاعتها. خلاص يعني وهي واقفة ساكنة ما بتتحركش هنقدر نميز الأذرع بتاعتها. طب لو جينا نشغلها بقى بيحصل ايه؟ طبعا ما هنقدرش نقول ده لو انا كتبت على احد اذرع المروحه كده بتاعتنا كتبت عليه رقم واحد وخليت المروحه تلف لفت المروحه بسرعه عاليه انا هقدر اميز رقم واحد ده فين؟ لا طبعا. نفس الوضع بالظبط بالنسبه لمين؟ بالنسبه للالكترونات اللي بتدور حول النواه. الملاحظه بتاعتنا بيقول لي يمكن تمييز اذرع المروحه وهي متوقفه عند دوران المروحه. طبعا يصعب تمييز الاذرع وتبدو ككرسي يدور حول قلب المروحه. الاستنتاج بنقول ان هو يمكن تشبيه دوران الالكترونات حول النواة بدوران اذرع المروحة، حيث تدور الالكترونات بسرعة كبيرة خلال مناطق وهمية سميناها ايه يا سنة اولى؟ سميناها مستويات الطاقة. يبقى احنا بنقول دلوقتي ان النواة بتتكون من ايه او الذرة عموما بتتكون من ايه؟ بتتكون من نواة والكترونات. النواة دي جواها ايه؟ جواها بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة. بتدور الالكترونات حول النواة في مستويات بنسميها مستويات الطاقة. طيب تعالوا نشوف كده مستويات الطاقة دي عبارة عن ايه. مستويات الطاقة احنا قلنا ان هي عبارة عن مناطق تخيلية او وهمية يعني مش موجودة، بس احنا بنقول ان هي كل الكترون بيتمسك بالمدار بتاعه او المستوى بتاعه. يبقى مستويات الطاقة هي عبارة عن مناطق تخيلية وهمية حول النواة تتحرك خلالها الالكترونات كل حسب طاقته. يعني المستوى الاول في الكترون له طاقة معينة، المستوى الثاني في الكترون له طاقة معينة. يبقى كل الكترون ملتزم بالمستوى بتاعه خلاص وله طاقته في المستوى بتاعه. احنا عندنا مستويات الطاقة المفروض ان هم عددهم كام؟ زي ما انتوا شايفين دلوقتي اللي في النص لونها اخضر دي اللي هي النواة. بيدور حول النواة مستويات الطاقة اللي هم عددهم كام زي ما اتفقنا؟ 7. هم ايه يا سنة اولى؟ K L M N O B Q. يبقى المستوى الاول برمز له بالرمز ايه؟ K. المستوى الثاني برمز له بالرمز L. المستوى الثالث M. المستوى الرابع N. الخامس O. السادس B. السابع والاخير اللي هو Q. يبقى انا قلت دلوقتي ان النواة او الذرة بتتكون من نواة والكترونات تدور حولها. النواة اللي هي الدايرة دي جواها ايه يا سنة اولى؟ من شاطر يقول بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة. طب بيدور حول النواة مستويات الطاقة وعددهم كام؟ 7. بنعرفهم بنقول ان هي مناطق تخيلية او وهمية بتدور حول النواة تتحرك خلالها الالكترونات حسب طاقتها. عددهم كام مستويات الطاقة؟ عددهم 7 مستويات اللي هم ايه سنة اولى؟ K L M N O B Q. طبعا لكل مستوى قيمة معينة من الطاقة بتزداد كلما ابتعدنا عن النواة. يبقى طاقة الالكترون بتزداد كلما ابتعدنا عن ايه؟ عن النواة. اي ان طاقة المستوى L اللي هو اخر او التاني مستوى ال L اللي هو تاني مستوى بتكون اكبر من طاقة المستوى K. طب طاقة المستوى Q طبعا اكبر من طاقة المستوى اللي هو M مثلا. يبقى كلما ببعد عن النواة كلما بتزداد طاقة ايه؟ طاقة المستوى. معايا سنة اولى؟ احنا قلنا دلوقتي ان كل مستوى طاقة بيدور به عدد محدد من الالكترونات. فاحنا عندنا مثلا المستوى K، المفروض ان انا دلوقتي لما اجي اوزع الكتروني، وان شاء الله الحصة الجاية هعمل لكم فيها مسائل كتير جدا على التوزيع الالكتروني. لما نيجي نوزع الكتروني عندنا حاجة اسمها المستوى الاول، ده طبعا بتشبع باتنين الكترون. المستوى الاول بتشبع بكم الكتروني حلوين؟ باتنين الكترون بس خلاص. طيب المستوى التاني بتشبع بكم الكترون؟ بتمانية الكترون. ركز معايا وانا هقول لك يعني ايه بتشبع. يعني هو بياخد دلوقتي 2 الكترون. يعني لو انا قلت لك انت مقدار الاكل اللي انت هتاكله وليكن مثلا قدامك طبق رز واحد بس هتاكله، يبقى انت بتتشبع بطبق رز واحد خلاص. طب في حد تاني ممكن ياخد طبقين،
يبقى انا عندي دلوقتي المستوى الاول بيتشبع باتنين الكترون يعني ما ياخدش اكتر منهم، المستوى الثاني بيتشبع بتمانية الكترون، المستوى الثالث بيتشبع بتمنتاشر الكترون، المستوى الرابع وطبعا ده هيعتبر المستوى الاخير في الالكترونات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي وهعرفك ليه انا قلت كلمة الاخير، بيتشبع باتنين وتلاتين الكترون. خلاص؟ طيب انا قلت المستوى الاول بيتشبع بكام الكترون؟ باتنين، التاني تمانية، التالت تمنتاشر، المستوى الرابع والاخير اللي هو بقول باتنين وتلاتين الكترون. بعد كده اكتر من اتنين وتلاتين الذرة مش هتاخد، يعني المستويات اللي بعد كده ما ينفعش تاخد اكتر من اتنين وتلاتين. الذرة في الوقت ده هتبقى ذرة بنقول عليها ذرة غير مستقرة، اللي هي بنقول عليها ذرة مسار. انا مش عايزاها غير مستقرة، انا عايزاها اخرها اتنين وتلاتين. هتكلم على الكلام ده برضو لسه ان شاء الله دلوقتي وبالتفصيل. طيب انا ازاي بشبع الالكترونات دي او بملا مستويات الطاقة دي ازاي بتتملي؟ عن طريق علاقة رياضية بنقول عليها اتنين نون تربيع، اتنين نون تربيع، حيث نون طبعا هو رمز او بنقول عليه رقم المستوى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو قلت لك عندنا المستوى الاول اللي هو كي، المستوى الاول كي هنرمز له بالرمز ايه؟ هنقول هو رمزه كي، هنقول ان هو المستوى رقم واحد او المستوى الاول. طيب تعالى كده نشيل العلاقة اللي هي اتنين نون تربيع ونعوض مكانها. هقول دلوقتي الاتنين ثابتة زي ما هي، طب انا هشيل النون وهحط مكانها واحد اللي هي رقم المستوى، يبقى اتنين في واحد تربيع. انا بتكلم دلوقتي بتعامل بقانون العلاقة الرياضية، يعني القانون اللي انا بملي بيه دلوقتي المستويات الطاقة. المستوى الاول كي بتشبع بكم الكترون؟ اتنين. جه ازاي؟ جه من العلاقة الرياضية اللي هي بتقول اتنين نون تربيع. طيب تعالى كده نعمل العلاقة تاني. انا قلت دلوقتي اتنين اللي هي من العلاقة من القانون مضروبة في واحد أس اتنين، اللي هو مين واحد أس اتنين؟ اللي هو رقم المستوى الأول خلاص تربيع، بيساوي كام؟ بيساوي اتنين في واحد، يعني هيساوي اتنين الكترون. طب تعالى نعمل المستوى التاني، المستوى التاني اللي هو برمز له بالرمز ال. المستوى التاني يعني انا هشيل النون، بدل ما كانت بواحد في المستوى الاول لا هنا هتبقى باتنين. هنقول ان عندي المستوى التاني بتشبع بكام الكترون؟ تعالى نشوف العلاقة بتاعتنا. العلاقة كانت بتقول ايه يا سنة اولى؟ كانت بتقول اتنين نون تربيع، الاتنين موجودة زي ما هي، انا هشيل النون وهكتب مكانها اتنين اللي هي رقم المستوى التاني. خلاص؟ يبقى اتنين في اتنين تربيع يعني اتنين في اربعة بتمانية الكترون. يبقى المستوى التاني بتشبع بكم الكترون؟ بتمانية، والمستوى الاول ها باتنين. طب المستوى التالت يا سنة اولى ها، حد يفكر كده معايا ها؟ مش هو رمزه المفروض ان هو رقم تلاتة؟ يبقى انا هشيل النون دي واحط مكانها ايه؟ تلاتة. يبقى هنقول ايه؟ اتنين في تلاتة تربيع، يعني بكام؟ اتنين في تلاتة تربيع، تلاتة تربيع بتسعة، يبقى اتنين في تسعة بتمنتاشر. تعالى نشوف الكلام ده. اما نقول المستوى التالت اللي هو الام، طبعا المستوى التالت يعني نون بتلاتة، يبقى يكون عدد الالكترونات طبعا طبقا للعلاقة الرياضية اتنين نون تربيع هيكون بيساوي ايه؟ اتنين في تلاتة تربيع، يعني اتنين في تسعة بتساوي تمنتاشر الكترون. خلاص؟ المستوى الرابع اللي هو بنقول النون هتبقى باربعة، هنقول دلوقتي اتنين في اربعة تربيع، يعني اتنين في ستاشر بتساوي اتنين وتلاتين الكترون. خلاص؟ العلاقة دي مهم جدا ان انا اقول لك لا تنطبق هذه العلاقة على المستويات الاعلى من الرابع، حيث تكون الذرة غير مستقرة، حيث تكون الذرة ايه؟ غير مستقرة. معايا يا سنة اولى؟ يبقى احنا عرفنا ازاي الالكترونات بتتشبع بالمستويات الطاقة، ازاي بتتشبع بالالكترونات؟ بتتشبع عن طريق العلاقة اللي بنقول عليها اتنين نون تربيع. خلاص؟ طيب طبعا لا ينتقل الكترون من مستوى طاقة لمستوى طاقة اعلى منه خلاص في الطاقة الا اذا اكتسب طاقة هنتكلم عليها برضو بالتفصيل، ودي بقول عليها طاقة الكم او طاقة الكوانتوم. خلاص؟ لسه هكلمك عنها ان شاء الله الحصة الجاية، بس انا عايزك تعرف ان علشان الالكترون ينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة تاني لازم بياخد او بيكتسب كمية من الطاقة. يبقى علشان الالكترون يتحرك من المستوى K للمستوى L لازم يكتسب كم من الطاقة. خلاص؟ زي ما قلنا دلوقتي التعليل المهم علل لا تنطبق العلاقة اتنين نون تربيع على المستوى الأعلى من الرابع، أقوله لأن مستوى الطاقة يحمل أكثر من اتنين، مستوى الطاقة يحمل أكثر من اتنين وتلاتين إلكترون تصبح الذرة غير مستقرة. يبقى لو الذرة اتحملت بأكثر من اتنين وتلاتين الذرة هتبقى في الوقت ده هتبقى إيه؟ غير مستقرة. علل يملأ المستوى كي بالإلكترونات قبل المستوى ال، هقوله لأن مستوى الطاقة الكي أقل من مستوى الطاقة ال، لذلك هو بتشبع قبل منه. يعني
كده اكون وصلت لنهاية الدرس بتاعنا النهاردة، ان شاء الله نكمله في الحصة الجاية.